الموضوع الثاني وين تليفوني؟ ممكن انباق. بس اذا كنت بكركوك فعلا انباق. الحمد لله ما رايح الكركوك. عصابة تسرق الهواتف النقالة بالشارع. يعني أتمنى حاليا وإحنا جاي نحكي وياكم إنه يكون تم إلقاء القبض عليهم. بالنهاية واحد شلون يمشي؟ خلي ديه هيك على تليفوناته. لو ما يطلع تليفون أصلا. زين إذا دق علي التليفون شو أسوي؟ يعني شو أسوي؟ أظل واقف هيك يعني غير المفروض أخابر؟ لو ذات خابر يجي وني. وين إحنا؟ بالبرازيل؟ جنوب افريقيا؟ بالمكسيك؟ يعني ترى قويه هاي ب 2024 سرقت الهواتف النقاله. وين كركوك؟ محافظه يعني واحده من المحافظات يعني البريئه ما عندهم مشاكل هواي. هاي العصابه شو ودها هناك؟ يا وتبوك تليفونات. يعني هذا اللي عنده ايفون 15 شو يسوي؟ الى الله لا يفوت اصلا. لا يروح هناك. أتمنى من الجهات المحلية والسلطات المحلية في كركوك إلقاء القبض على هذه العصابة اللي تسرق الهواتف